أسعد الله مساكم مشاهدينا وين ما كنتم متابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الديرة. هذا البرنامج اللي يعرض لكم خلال شاشة تلفزيون الكويت الأولى الفضائية من يوم الأحد إلى الأربعاء من الست للسبع، العادة بإذن الله تكون من 9 للعشر على قناة سبورت الثالثة الرياضية. وأيضا عندنا طرق تواصل البرنامج على انستغرام وعلى سناب شات الديرة كويت تي في. وطبعا نشكر شركة التجارية العقارية على توفيرهم لنا هاللوكيشن الحلو الجميل اللي نطلع لكم في بث حلقاتنا من هذا الموقع، طبعا لقبال حديقة الشهيد، مكان جميل وحلو الواحد يغير جو طبعا مو بالصيف بالشتاء. في عندنا طبعا موضوع مثل ما عودناكم في كل حلقة ندردش فيه مع ضيوفنا، لكن اليوم راح تكون معنا ضيفة جدا مميزة راح نعرف منها أكثر عن موضوع جدا مهم وهو أهمية الهواء. أنا راح أتكلم عن الهواء هذا وهو موضوع الحلقة اللي يعتبر واحد من أهم العناصر الضرورية واستمرارها في الحياة على سطح الأرض، فبدون الهواء أكيد ما في أكسجين، أكيد لا حياة على السطح، فعندنا مشاكل كثيرة بالهواء لازم نهتم فيها، منها أمور بيئية إن احنا نحرص على متابعتها. لكن معانا يمكن موضوع مرتبط في موضوع حلقتنا وهو مع الأستاذة اللي راح تكون معانا مشرفتنا في برنامج الديرة اليوم. معانا الأستاذة شيخة الإبراهيم مديرة مكتب الأبحاث والدراسات بالهيئة العامة للبيئة، راح ندردش معها أكثر عن مواضيع تخص البيئة وعن دراسات وبحوث قاموا فيها ومشروعات، لكن بعد هالفاصل خلكم معنا. تلوث الهواء ولقاء مع السيدة شيخة الإبراهيم. الفقرة الطبية مع الدكتورة عفاف الرومي. موضوع البيت الكويتي وكيفية التوفير في استهلاك الكهرباء والماء، ولقاء مع المهندس علي الأمير والمهندسة ألطاف سفر. تلوث الهواء ولقاء مع السيدة شيخة الإبراهيم. رجعنا نتواصل معاكم مشاهدينا من جديد من بعد فاصلنا مع ضيفتنا اللي مثل ما بداية حلقتنا قلنا لكم اسمها ورحبنا فيها، لكن مرحب فيها مرة ثانية وياكم ويانا أختنا وأختكم شيخة الإبراهيم مدير مكتب الأبحاث والدراسات بالهيئة العامة للبيئة. مساك الله بالخير وحياك الله ويانا. الله يحييك ويبديك إن شاء الله. الله يسلمك. يا أهلا فيك. شرفتينا بتواجدك ويانا في برنامج الله يسلمك. الشرف لي والله. الله يسلمك. في البداية في عندنا يمكن موضوع وهو هام تكلمنا في بداية حلقتنا وهو الهواء واعتمادنا على الهواء في الحياة طبعا، وهو مصدر أساسي وعنصر أساسي للحياة. صحيح. فتكلمنا عن الموضوع بس ما تعمقنا فيه للأمانة. ليش؟ قلنا إحنا هو مرتبط في موضوعنا معاج وهو طبعا بيئي، ولكن قاعدين نشوف في الآونة الأخيرة اهتمام الهيئة العامة للبيئة، قاعدين نشوف اهتمامه بما يخص كل الأمور البيئية منها البيئة البرية البيئة البحرية، ونشوف اهتماماتهم وأيضا قاعدين نشوف تحركهم في هذا الجانب وتسليط الضوء على الأمور هذه. ولكن في البداية بنتكلم عن مشروعات ودراسات أخيرة توا من ضمنها تم اهتمامكم وتسليطها بالتعاون مع معهد الأبحاث، فنبي نتكلم شوي عن هالنقطة وجانب هذا التعاون. بالبداية أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا لإثبات وإبراز دور الأبحاث والدراسات في الهيئة العامة للبيئة. نعم. في عندنا مشروعين الحين على يعني طور توقيع العقود مع معهد الكويت للأبحاث العلمية. اللي هو قياس مستويات الزئبق. نعم. ومصادرها المتوقعة في الهواء الجوي، والكمية. المشروع الثاني اللي هي العلاقة ما بين كمية الغبار المتساقطة. نعم. مع النواحي الفيزيوجرافية. حلو. هذا الحين بحثين راح يتم تنفيذهم إن شاء الله في شهر 9 القادم.
حلو، في سبتمبر القادم. في سبتمبر القادم. هم مشروعين راح يتم طبعا بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلميه. تعاون جميل، خطوه حلوه منكم بان انتم تكونوا متابعين الامور اللي تخص البيئه. لكن شوي يعني سمعنا قياس مستوى الزئبق في الهواء، ولكن نبي شوي نعرف، يمكن بعض المشاهدين يمكن ما يعرفون شنو الزئبق، فنبي نقول لهم شنو الزئبق قبل لا نبتدي في دردشتنا. الزئبق هو عنصر من عناصر الطبيعه موجود، موجود في التربه، موجود في الماء، موجود في الهواء. في الاونه الاخيره قام يزيد مستوى الزئبق بسبب النشاطات البشريه اللي قاعد تصير. مثل شنو؟ مثل عندك المحارق، عندك ورش الذهب اللي موجوده، طبعا في مناجم الذهب بس بالكويت ما في مناجم. حلو، صح. عندك الاجهزه الطبيه، انتاج النفط، الوقود الاحفوري، كل هالمنتجات، مصباح الفلورنسنت، كلها تحتوي على مواد الزئبق. بس ولكن بكميات معينه. هو الزئبق موجود ويسمح باستخدامه، لكن في نسب معينه، ان زاد نعم فهو يكون غير صالح. حلو، ممتاز. طيب بما ان احنا في بدايتنا تعرفنا على الزئبق، تعرفنا على الدراسات اللي راح يقومون فيها الاخوان في الهيئه العامه للبيئه، لكن ودنا شوي ندخل ونتعمق اكثر ونعرف الدراسه الاولى اللي هي قياس مستوى الزئبق في الهواء الجوي بالكويت. شو اللي خلاكم تيون تسوون هذا النوع من الدراسات؟ هل هناك شكوى معينه؟ ولكن شنو الدراسه في البدايه وبعدها راح نعرف اكثر. شكوى ما في شكوى، يعني كان هناك رؤية من الإدارة العليا بالهيئة العامة للبيئة، وكانت رؤية بيئية في اختيار هذا المشروع. نعم. وهذا المشروع يتناسب، مشروع البحثي يتناسب ويتماشى مع اتفاقية ماناماتا الخاصة بالزئبق. حلو. تم توقيعها في سنة 2013. نعم. وانت عارف حرص دولة الكويت، ودولة الكويت دائما سباقة أكيد في المواضيع البيئية وحل مشاكلها. دخلت الكويت طرف في هذه الاتفاقية في ديسمبر 2015. حلو. وكون دولة الكويت طرف فيها، فلا بد يكون في دراسة لقياس الزئبق، أخذ الأرقام، أخذ عينات، أساس تسند وتشارك في هذه الاتفاقية. لذلك تم اختيار هذا المشروع. هذا المشروع حلو. اخترتوا هذا المشروع. بس نبي نعرف التعاون اللي صار مع أو اختياركم أو سبب اختياركم لمعهد الأبحاث الكويتي، بأن أنت وتعاونتوا معه عشان تسوون مثل هذا المشاريع. إحنا تم اختيار معهد الكويت للأبحاث العلمية لمستوى الزئبق والمشروع الثاني للغبار. نعم، اللي ذكرناهم. نعم. لوجود توصية من مجلس الوزراء. نعم. بتكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية لتلبية جميع احتياجات الجهات الحكومية من ناحية استشارة علمية، من ناحية أبحاث، من ناحية دراسات. كون إنه هو يعني ما شاء الله ستاف عندهم أكاديميين موفرين كل سبل الأبحاث والدراسات. حلو حلو، ممتاز. طيب نبي نعرف المصادر المتوقعة لنقول هالتلوث الجوي اللي قاعد يصير في الجو، شنو هو؟ المصادر المتوقعة الموضوع الزئبق توني ذكرت لك إياها، في المحارق، الأجهزة الطبية، هذيل هم. بس ولكن احنا نبي نتكلم عن المصادر الموجودة في دولة الكويت، إذا لوينا فصلناها هناك. طبعا النفط بالتأكيد. النفط بالتأكيد، مو بالضرورة ممكن يكون في يعني تلوث موجود، ممكن يكون جاي من برا، ما يكون سبب، يكون يكون من منطقة ثانية زخت الهواء جاب لنا اياه من الهواء. وممكن يكون احنا في الغالب يكون عندنا النفط، عندك ورش الذهب، بس ما في اي يعني شكوى او شيء مثلا. نعم. ان سبب الدراسه هذه مثل ما قلت لك، الدراسه هذه بسبب الاتفاقيه. حلو. يعني وهدف الدراسه تتناسب مع اتفاقيه ميناماتا. حلو. اللي صار اللي هي الهدف منها المحافظه على صحه الانسان والحد من انبعاث الزئبق. حلو، ممتاز. الميناماتا. نعم. ذكرناها هذه الاتفاقية. شنو هي بس لو نوضحها شوي؟ ميناماتا هي مدينة في اليابان. حلو. اسمها ميناماتا، كان عندهم مثل مصنع كيميائي. نعم. كان يسكب النفايات السائلة في البحر. حلو. تلوث السمك، وانت عارف مصدر الأساسي الأكل عندهم هو السمك، يعتمدون على الأسماك. فسبب تقريبا قتل 10,000 شخص. تلوث 10,000 شخص تلوث. تعرضوا لهذا التلوث. فاهتم برنامج الأمم المتحدة في هذا الموضوع والتفت إلى موضوع الزئبق، فبيعرفون شنو مصادر وملوثات الزئبق.
فالكويت دش الطرف فيه كون إنه ما عندنا إحنا شكوى معينة، فما راح نقدر نحددها طبعًا إلا من بعد ما تنتهي الدراسة. إذا انتهت الدراسة راح تبين عندنا المؤشرات، وراح يبين إن كان في مصادر وشنو أسبابها وشنو نسبها، وإما كان في فهي احتياط للحفاظ على صحة السكان المحليين الموجودين في أكيد. ممتاز. طيب الزئبق موجود في العالم كله ومنتشر طبعًا، ولكن قلنا في الكويت مثل ما حددنا هو نسب بسيطة، يعني نسب بسيطة يمكن لا تذكر ولا هي يمكن يكون فيها، ما أقدر أجزم فيها لغاية ما تخلص تم الدراسة. يعني هل تمت من قبل هذه الدراسة؟ الدراسة في الزئبق في الهواء لا ما صارت. لا ما حلو. تمت. ممتاز. خلينا نتكلم شوي عن الدراسة الثانية اللي هي طبعا العلاقة بين كمية الغبار المتساقط والنواحي الفيزيوجغرافية في دولة الكويت. تم اختيار هذه الدراسة بناء على الأولويات البحثية الموجودة في الكويت. تم تحديد الأولويات البحثية بالتنسيق مع المؤسسات البحثية، وبعد الاجتماع معهم وبعد وضع الأولويات تم تحديد أن الهواء هو الأساس، من ثم الماء ومن ثم التنوع الأحيائي. هم تم الاتفاق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، مدة المشروع تقريبا 24 شهر. تم تمويله من قبل ميزانية الهيئة، جزء منه مساهمة فيه. وهذا تفعيلا لقانون البيئي رقم 42 لسنة 2014 والمعدل في 99 لسنة 2015، واللي هي يحث على المشاركة والإعداد في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات لحماية البيئة. حلو ممتاز. من أهم أهداف هذا المشروع اللي هو التعرف على مصادر الغبار من وين، والتعرف على خصائص الغبار العواصف الترابية اللي قاعد تجينا. ما يحتاج دراسة الغبار أستاذ الشيخ، هو موجود الغبار عندنا موجود. إيه لأن احنا دولة صحراوية، فكوننا دولة صحراوية نشوف الغبار عندنا طول المواسم. إيه؟ ما عندنا لا شتاء لا صيف، نشوف كل وقت. كان الأساس الهدف الأساسي من عمل هذه الدراسة الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والملاحة الجوية تأثر وايد من الغبار. صح. إنتاج النفط يتأثر من الغبار. في زخات غبار صارت في 2011. كانت يعني موجة من العاصفة انعدمت الرؤية نهائيا، فسببت حوادث، سببت ناس اللي فيهم الربو وايد تعبوا. فالدراسة هذه اخترناها لأهميتها من ناحية أن نحد من هذه الآثار السلبية. حلو ممتاز. طبعا الغبار هو موجود من قديم الأزل، أكيد كلنا عارفين هذا الشيء. صح. العالم كله عارف. صح. هذا الشيء. أيه. في دولة الكويت. أكيد. ولكن ما لنا موسم معين على طول السنة. على طول. يمكن نلقى نشوف هالموضوع، والسبب الرئيسي وراء هالشيء أن احنا أرضنا صحراوية ما. صح. فيها نقول الزراعة والخضار هذا والطبيعة، عشان كذي يمكن احنا نشوف الغبار. أيه. بشكل عام فهو موجود من زمان. فأنتوا عشان الأمور هذه اللي قاعد تصير، الشكاوي والأمراض يمكن اللي قاعد يعانون منها يمكن نقول المواطنين أو الوافدين الموجودين في دولة الكويت. صحيح. سببها الغبار. والإسناد بعد في اتفاقية تغير المناخ تم اختيار هذه لربط العلاقة ما بين تغير المناخ ودراسة الظواهر الطبيعية. ربطتوا الموضوعين. موضوعين مع بعض. حلو ممتاز. طيب أنت ودوركم ما شاء الله ما أنتم قصرين أستاذة شيخة، مستمرين في عطائكم وأيضا عملكم في الهيئة العامة للبيئة. إن شاء الله عليكم قاعدين نسمع يوم عن يوم، نشوف أعمالكم، قاعدين نشوف متابعتكم للبيئة البحرية، البيئة البرية أيضا، بر وبحر، حتى برا بالشارع اليوم قاعدين نشوف قوانين قاعد تنزل. صحيح. بالنسبة للتدخين وغيره من الأمور هذه المؤثرات. صحيح. هذه قاعد يصير في من خلالها رصد ومخالفة. صحيح. فأنتوا جازمين وجادين في الأمور اللي بالفعل. قاعدين تقدمونها، وهذا بالفعل. الشيء الأمانة احنا نشهد لكم فيه وأيضا كل السادة المشاهدين. الحمد لله. الحمد لله. طيب خلينا نتكلم عن مذكرات تفاهم اللي توقعت ما بين الجامعة جامعة الكويت ما بين تطبيقي. بالفعل تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب. نعم. وجامعة الكويت. حلو. وبالفعل هذه سهلت علينا وايد أمور، كون أن إحنا من الجانب البحثي يعني والدراسات والأبحاث ورؤية الإدارة العليا متمثلة في رئيس. حلو. مجلس الإدارة الشيخ عبد الله الحمود الصباح. نعم. أنه يكون في شراكة بحثية بيننا وما بين المؤسسات البحثية، ما يكون في مركزية في العمل ومركزية في اتخاذ القرار، فسهلت علينا ما يكون في ازدواجية في الأبحاث. يعني على سبيل المثال يجيني باحث يقدم جهة بحثية، يجيني يقدم بحث
قبل لا اقدم عليه ممكن يكون في جهه بحثيه مسويته. صح. فليش انا اهدر بالميزانيه واهدم طاقه اهدر طاقه الاكاديمي؟ فوجود مذكره تفاهم تسهل علي التواصل ما بين ان كان في بحث موجود عندهم ممكن اني انا استعين فيه. سهوله البحث. سهوله البحث عنده يعني موجود، خلاص استفيد من الدراسه من نتائجها على المشكله البيئيه اللي انا قاعده اواجهها. اخلي ميزانيتي على شيء مثلا ما سبق تم لا عندي ولا بالجامعه ولا باي مؤسسه بحثيه. حلو. فوايد كانت مهمه موضوع مذكره التفاهم، وهذا شيء حلو يبسط ويسهل عمليه البحث. اليوم انا اذا ببحث عن اي بحث مثل ما ذكرتي واستفيد منه وهو يكون مرجع بالنهايه موجود. صحيح. وانا ما اتبع في البحث عنه اكثر. طيب خلينا نتكلم شوي عن الاهداف الاساسيه من وراء هذا الشيء، طبعا ذكرناها ولكن نبي نعرف عن طبعا مذكرات تفاهم اللي تمت ايضا في مع جامعه عين شمس وبينكم. صحيح. في مصر تم توقيع مذكره تفاهم مع جامعه عين شمس معهد الدراسات والابحاث، وبصدد الحين استضافه خبير بيئي اللي هو عميد معهد الابحاث والدراسات عندهم الدكتور هشام القصاص، وراح يتم تدريب الكوادر البيئيه الكوادر البشريه اللي عندنا، راح يعطي محاضرات وفي بعض المجالات البيئيه، يعني يكون في تواصل ما بيننا وبينهم لنقل المعلومات اللي عنده ويفيد الموظفين الموجودين. استفاده ما بين وما بينهم. اي نعم. حلو ممتاز. طيب في تعاون ثاني بينكم بين دول اخرى بما يخص نقول البحوث اللي تخص طبعا البيئه، هل قاعد تستفيدون من هالشيء هذا؟ هل قاعد تعاونون مع دول ثانيه؟ في تعاون، مو بس على مستوى البحوث والدراسات، في تعاون كثير يعني في مجالات البيئه، يعني في موضوع الاتفاقيات، في عده اتفاقيات موجود بين بين الكويت وبين الدول العالميه يعني اللي متعاونه معها. اي نعم. حلو ممتاز. طبعا انا قاعد اسمع مخرجنا قاعد يقول في عندنا صور استاذه شيخه ودنا نستعرضها مع الساده المشاهدين وايضا نتكلم عنها شوي وندردش عن الصور ان شاء الله. ها جاهزين الصور ناصر؟ يلا على ما يجهزون الصور خلينا شويه نتكلم عن الهيئه العامه للبيئه ايضا. يمكن في الاونه الاخيره شوي نشوف اهتماماتهم زايده. صحيح. ما يخص الامور البيئيه. خلينا شوي نتكلم عن التعاون اللي تم ما بين الدول الثانيه اللي ذكرناها. شنو في عندكم جديد؟ شنو الدراسات الجديده اللي يمكن قاعدين تفكرون انتم في او تسلطون الضوء عليها الحين على المستوى نقول المحلي؟ في دراسه اللي هي حمايه جزيره قارو. نعم. من النحر الطبيعي. حلو. انت عارف جزيره قارو دار مدارها كلها شعب مرجانيه. صح. فكون الرياح مع الغبار مع ارتفاع درجه الحراره قاعده تتاكل الشعب المرجانيه كلها، فصدر فيها توصيه من المجلس الاعلى للبيئه في عمل دراسه للحمايه جزيره قارو من النحر الطبيعي. فبصدد الحين ان شاء الله يعني ممكن انه يتم دراستها ويكون توقيع العقود توقيع العقد الخاص فيها. احنا اهم شيء يمكن عندنا البيئه البحريه لان رواد البحر وايد ما شاء الله. أيه. منهم الصيادين وغيره والحداقه والهوايات الشبابيه البحريه كثيره، فاحنا طبعا اهتمامكم في البحر هذا شيء جميل ويعكس ايضا نقول رغبتنا احنا كشباب في توجهنا الى البحر. سواكم الله وجزاكم الله خير. انا قاعد اسمع ناصر يقول مخرجنا ان الصور جاهزه، هذه موجوده يعني مثل هالصوره هذه شنو تمثل؟ هذه تمثل المصادر المتوقعه للزئبق. حلو. يعني هذا الحين دخان في منه نسبه من الزئبق. حلو يكون فيها. نعم. نسبه عاليه طبعا من كميه الدخان. اي نعم. حلو اللي بعدها هذه موجه الغبار اللي حصلت في الكويت في مارس 2011. حلو. شفت الموجه؟ فلما نسوي الدراسه هذه اللي تحكينا عنها يكون ممكن الهدف من اهدافها اعداد خطه لاداره. نعم. العواصف الترابيه. حلو. اللي هو يكون انذار مبكر، هو يكون ممكن التاقلم معاها، يكون احط الحيطه والحد مثلا والله الساعه الفلانيه انه والله ممكن يكون في موجه غبار، الواحد يحسب حسابه، يكون في جهاز ان شاء الله. انتم الحين قاعدين نشوف يعني في لما يصير مثل هالامور هذه. ايه؟ اللي هي العواصف الترابيه وغيرها قاعدين نشوف. ايه؟ تحذيرات تجينا عن طريق التواصل الاجتماعي. اي نعم. فقاعدين تحذير راح يصير كذي بعد هالكثر بعد. صحيح. ساعه. بس الحين في تقنيه جديده اللي هي الاستشعار عن بعد مثل جهاز من غير ما انت تلامسه، يعطيك مثلا والله قبل ست ساعات مثلا
راح تصير عاصفة ترابية، فالكل ياخذ الحذر، مثلا في اذا كان في بيته، ان كان قاعد مكان مثلا يروح يقعد، كان بالشارع يرد في بيته، يعني يحط احتياطه. حلو، ممتاز. طيب الصورة هذه اللي معنا، هذه الأجهزة الطبية، داخلهم في زئبق. حلو، بعد في عندنا شيء ناصر؟ يا هذه، هذه مواقع النفايات، ايضا حرق النفايات تحتوي على الزئبق. مواقع حرق النفايات؟ اي نعم، حرق النفايات مؤثر، النفايات الخطيرة. اي نعم، النفايات الخطيرة، النفايات اللي مو النفايات العادية اللي تكون مستهلاك البشري. لا لا لا، النفايات الخطيرة والنفايات المصانع، ما مصانع الأمور هذه. حلو، ممتاز. الصورة هذه، هذه ورش الذهب. اي هم عند استخلاص الذهب، هم ينتج من ينتج لي الزئبق. يعني احنا قاعدين نستعرض معاكم مشاهدينا يمكن مجموعة صور منها مصادر اللي تأثر او الأمور المؤثرة في انتشار عنصر الخام للزئبق. نعم، هذا طبعا مؤثر على البيئة بشكل عام. نعم، حلو. طبعا خلصت يمكن الصور اللي استعرضناها معك استاذة شيخ ابراهيم. الأمانة الاستفادة كانت جميلة، والحوار كان معك اجمل، وتواجدك ويانا شرفنا فيه في برنامج الله الديرة. يسلمك، الشرف لي، وتقدم لكم بالشكر، وتقدم بالشكر الإدارة العليا متمثلة في رئيس مجلس الإدارة لدعم الأبحاث والدراسات، وكذلك جميع المؤسسات البحثية في تعاونهم ورحابة صدرهم بالأمانة، يعني في إنجاز الأبحاث وسرعة إعطاء المعلومات. جزاكم الله خير. الله وإن شاء الله نتمنى لك أعلى المناصب إن شاء الله اللي تتولينها، من خلالها نشوف قرارات جميلة إن شاء الله وحاسمة بما يخص الاهتمام في الموضوعات البيئية. الله يسلمك أجمعين. إذا حابة تضيفين شيء للسادة المشاهدين بما يخص الموضوع اللي تكلمنا فيه. سلامة. الله يسلمك من كل شر. بكذي مشاهدينا تكلمنا مع ضيفتنا اختنا الاستاذه شيخه ابراهيم، مدير مكتب الابحاث والدراسات بالهيئه العامه للبيئه. نطلع معكم فاصل ونرجع مع ضيوف وموضوع ايضا جديد، لا تبعدون. الفقره الطبيه مع الدكتوره عفاف الرومي. اليوم راح نتكلم عن موضوع شديد الانتشار ويتهيألي في كل بيت موجود، اللي هو موضوع الحساسية. الحساسية طبعا موضوع وايد كبير، انا بس اقول لكم بشكل مختصر، نتكلم عن حساسية الصدر او حساسية الجلد، هي اكثرهم انتشارا، بالاضافة انواع اخرى من الحساسية اللي هي حساسية الجهاز التنفسي العلوي او الجهاز الهضمي وحساسية من الأدوية. شنو الحساسية؟ الحساسية عبارة عن ردة فعل للجسم لمادة هي طبيعية موجودة، مثلا تراب، غبار، رطوبة، حيوانات، طيور، أكل، إذن هي مادة طبيعية موجودة في مجتمعنا في حياتنا، لكن هذا الشخص لأنه وايد حساس يعطي ردة فعل مختلفة. ردة الفعل تختلف من بين إما جلدية مثل الإكزيما والأرتيكاريا والحساسية الجلدية القوية جدا اللي ممكن تحتاجها أحيانا كورتيزونات، أو إلى حساسية الصدر اللي هي تشمل الربو، أو حساسية الحنجرة اللي هي يسمونها كروب أو التهاب الحنجرة اللي يترافق مع بحة قوية وضيق نفس، أو عندنا حساسية التنفسي العلوي اللي هي بالأنف والخشم، الخشم الأنف والأذنين، تؤدي إلى لحمية، تؤدي تكرر التهاب الأذن الوسطى، ممكن تأثر على السمع. إذن الحساسية وايد منتشرة، إذا أهم شيء في علاجها هو الوقاية منها، يعني أعرف شنو سوى الولد، شنو صار فيه عشان صارت له الحساسية. هذه تعتمد على الطبيب، يعني لازم يسأل أسئلة زينة وايدة حتى لو ملوا الأهل. اثنين، في فحوصات بالدم، في فحوصات جلدية تبين شنو سبب الحساسية عند هذا الطفل. علاج الحساسية بشكل مختصر هي الوقاية، لما نعرف ولدنا حساس من هالشيء نبتعد عنه. اثنين، العلاج، العلاج حسب الحالة، إذا كان بالصدر لا علاج موسعات ومذيبات للبلغم عن طريق الكمام أو عن طريق الشراب، بالإضافة إلى العلاج الوقائي. بالنسبة حق الحساسية الجلدية تحتاج إلى كريمات وإلى غسول خاص خالي من الصابون، ما يجفف البشرة، وما في داعي نحمم الطفل كل يوم إذا عنده إكزيما لأنه هو أصلا عنده جفاف، إذا 3 مرات بالأسبوع هي كافية. هذا مختصر عن موضوع الحساسية، إن شاء الله في فقرات أخرى راح نتكلم عن كل فقرة بتوسع. مع الشكر، مع السلامة. موضوع البيت الكويتي وكيفية التوفير في استهلاك الكهرباء والماء، ولقاء مع المهندس علي الأمير
والمهندسة ألطاف سفر. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا من جديد في حلقتنا في برنامج الديرة، ومعانا مثل ما وعدناكم ويانا ضيوف جدا مميزين. في فقرتنا الأولى تكلمنا مع الأستاذ الشيخ إبراهيم عن ما يخص الهواء وطبعا البيئة بشكل عام، لكن كان مربوطنا شوي موضوعنا مرتبط أيضا في اهتمام بما يخص التوفير، فموضوعنا شيء ثاني عن الاهتمام بالبيئة. لكن أرحب بضيوفنا المتواجدين معنا، راح نعرف منهم أكثر عن مشروع بيت كويتي مستدام، مشروع حلو جميل يمكن شفتوه بالصور قبل شوي، راح نعرف أكثر عن الأساسات اللي قامت في هذا المشروع. ولكن معنا المهندس أخونا علي الأمير من وزارة الكهرباء والماء، معنا المهندسة ألطاف سفر من وزارة الكهرباء والماء. مساء عليكم بالخير. زيك بالنور يا هلا. حياكم الله. الله يحييك. شرفنا بتواجدكم ويانا في برنامج الديرة. الله يسلمك. الله يسلمكم. موضوع يمكن بلشنا فيه في البداية واستعرضنا صور مع السادة المشاهدين بتعريفنا عن الحلقة اللي راح نقوم فيها، كان هناك مشروع كويتي وهو مشروع البيت الكويتي المستدام. طيب شلون نقدر نوصل لي المشاهد هذا المشروع شنو هو؟ تفضل. دام فضلك، بالبداية حاب أتكلم عن المشروع. نعم. المشروع طبعا عبارة عن فيلا اعتيادية هي. حلو. بس إنه مستدامة، إنه توفر الطاقة، وفكرتها طبعا إن تكون ماخذة الطابع الهوية التقليدية على شكل معاصر. ممتاز. هذا بما يخص المشروع بس بشكل مختصر. طبعًا. عدل. طيب هذا المشروع أو هذا البيت وين تم أو في أي منطقة؟ في منطقة سكنية؟ طبعا احنا اخترنا مكان يعتبر لاند مارك بالكويت، واجهة شرق البحرية بشارع الخليج مقابل السفارة البريطانية. طبعا المكان يعني انت لو تلاحظ ان كثير من السياح يعني يقدرون يمرون او المواطنين بالمكان هذا راح يكون معلم يعني من المعالم اللي يقدرون يعني يشوفونها ويتعلمون منها. ممتاز. طبعا قواكم الله، انا راح ارجع لك بعد شوي الضاف، لكن نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم. هم انتم مشاهدين لا تبعدون، راح نتكلم اكثر عن تفاصيل هذا المشروع الكويتي طبعا المستدام، وراه توفير وراه امور كثيره تفيدكم. فاصل ورادين لكم. ها ايش فيك؟ خلاص افتح، ريلاكس ريلاكس. لا يمكن يمكن هذا الموقع، هذه القناة مكتوب وتحت الايميل انا كتبته. شنو طلع؟ شيل الات. بدون ات شيلها. شيل الدوت بعد. لا ادري، شيل الات خلينا نشوف. انا ترى ما ادري عن القناة هذه يعني ما تشيكت. هلا هذا اللي هم قاعد يسوون المشروع. اي بعدين
اي تو الناس نسولف الحين تبون تكملون في الحين بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، وكان طبعا دردشتنا وحوارنا مع المهندس علي الأمير من وزارة الكهرباء والماي. دردشنا عن موضوع مشروع البيت الكويتي وهو المستدام. هذا المشروع طبعا كلمتنا عنه بشكل عام، لكن نبي شوي ندخل في التفاصيل، مميزات اللي راح تتطبق في هذا المبنى وشنو الهدف منها. طبعا من المميزات اللي احنا مطبقينها على المبنى تقنيات حديثة ذات مواصفات قياسية، من ضمنها استخدام الواح شمسيه. حلو. واستخدام نوع العوازل اللي موجوده بالحوائط والسقف والارضيات، واستخدام انواع الجليزنج اللي هو النوافذ. اي. هم ذات مواصفات قياسيه بحيث انه تساعدنا على توفير الطاقه. حلو، ممتاز. هذه طبعا المميزات اللي راح تنطبق في هذا المبنى. طيب خلني لك الطاف اليوم، من قعدنا وبلشنا اللقاء وهي ساكته، لكن الحين راح اتحرك بما انها هي مختصه المهندسه الطاف صفر فيما يتعلق في الامور التقنيه اللي موجوده في هذا المبنى وهي مسؤوله عنها، راح
راح نعرف منها اكثر عن ما يخص الالواح الشمسيه، فكلمينا عن نظام الالواح الشمسيه، شنو فكرتها؟ شو الفائده منها؟ طبعا السولار بانلز معروفه ان هي تستقبل وتخزن اشعه الشمس وتحولها الى طاقه كهربائيه. حلو. فاحنا بالبيت الكويتي حرصنا على ان نخلي فيه بطاريه عشان لما ناخذ هذه الأشعة الشمسية ونحولها إلى كهرباء، الطاقة الكهربائية، نعم. ممكن تساعدنا في توفير الطاقة، يعني بدال لا بس نعتمد على الطاقة الكهربائية اللي هي من المحطات، لا ممكن نستخدم الطاقة الشمسية. حلو، ممتاز. واستخدمنا الثين فيلم سولار بانلز، وفي نوعين، في الكريستالين وفي الثين فيلم. حلو، احنا هذيل الأنواع نبي نوضحهم، يعني قاعد نقول أسامي، يمكن المشاهد ما يعرف. طبعا الكريستالين هي اكثر كفاءه من الثين فيلم اللي هو احنا قاعد نستخدمها. حلو. بس ما تنفع حق الجو بالكويت لان الجو وايد حار، فممكن يخرب السيلز اللي فيها، عشان كذي اضطرينا ان احنا نستخدم الثين فيلم. ومن مميزاتها بعد ان هي تكلفتها اقل من الكريستالين. هذه طبعا تكلفتها عاليه، ولكن الثانيه تكلفتها اقل وتنفع لجونا، جونا حار، جونا مناسب مهندس الطاف، يعني حق ان احنا نستخدم الطاقه البديله وهي الشمسيه. قاعدين نشوف توجه بعض المنازل، بعض المواطنين اللي قاعدين يستخدمونها في ايضا القوارب. انا شفت لذاك اليوم فيديو قارب مسوي طاقه شمسيه، ولكن مو عشان يمشي في المكاين، كيوفر الطاقه في استخداماته داخل القارب. صح. فاليوم احنا قاعدين نتكلم عن طاقه وهي نحتاج ان احنا نوظفها للتوفير، خصوصا الحين اللي قاعد يشغل الشارع الكويتي موضوع الكهرباء اللي يمكن نزلت في الفتره اللي طافت، وانشغلوا المواطنين بالسؤال عن ما يخص هذه الكهرباء. ولكن اليوم قاعد نشوف توجهكم بان انتم قاعد تسوون هذا البيت مشروع بيت كويتي موفر للطاقه. حلو، خلينا ندخل شوي بما ان طلعنا من موضوع النظام الالواح، في هناك اعاده تدوير، عدل؟ فنبيش تكلمين عن نظام إعادة تدوير المياه والفائدة منها. طبعاً مثل ما الكهرباء مهمة، الماء أيضاً مهم. أكيد. فاحنا استخدمنا نظام الجري ووتر سيستم. نعم. وهو نظام إن الماء اللي يطلع من الشاورز. حلو. ومن الغسالات يكون شوية نظيف. فحطينا سيستم يعالج هذا الماء، يسوي له ريسايكلينج، ونقدر نستخدم هذا الماء مرة ثانية في ري المزروعات وفي التويلتس. لأنه ما يحتاج يكون سوبر كلين نفس ما يعني أنت تستاخذ شاور كذي. والماء اللي بالكيتشنز ويا التويلز لا سيدا يروح حق السويتش. طيب لحظة. أيه. هل إحنا عندنا إعادة تدوير المياه؟ أيه. يعني زمان قبل إعادة تدوير البلاستيك، المواد الثانية المستخدمة، ورق، بلاستيك، زجاج، غيره من الأمور هذه. لكن هل المياه يمكن إعادة تدويرها بطريقة أعيد استخدامها مرة ثانية؟ إيه. في البيت يعني في البيت العادي شوية ما نأخذ كل الماء اللي في البيت ونعيد تدويره لانه راح ياخذ عمليه اطول. فاحنا شنو ركزنا على الماء اللي شويه نظيف اللي هو الماء اللي ينزل من الشاورز، ماء الغساله. حلو. هو سهل ان احنا نعيد تدويره ونستخدمه مره ثانيه. حلو. وايضا لما نعيد تدويره ما راح نستخدمه في اشياء يعني مثلا في الاشياء شرب غيره من الامور هذه راح تكون اي راح يكون بالاشياء مثل ري المزروعات، الفلاشينج بالتويلت، هذا كله عادي ان نستخدم ماء يعني عايدين نسوي له ريسايكلينج يعني. ممتاز، هذه التقنية موجودة مستخدمينها في البيت الكويتي. موجودة في البيت الكويتي. حلو، 100% نظامكم وطريقتكم حلوة. هذا المشروع منو القائم عليه ومنو نقول اللي وراه؟ يعني فكرة المشروع هذه من وين طلعت؟ طبعا فكرة المشروع من الناحية المعمارية طلعناها احنا ككويتيين كمعماريين كويتيين. حلو. انه ماخذة طابع الهوية المعمارية الكويتية. من حيث شنو؟ من حيث اختيار مثلا لون المواد التكسية الخارجية مثلا، لون الحجر، لون الخشب، ها مميزات المستعمل، المميزات المعمارية. إيه عندك مثلا استخدام المشربيات، المشربية موجودة من التراث المعماري القديم الكويتي يعني او الخليجي بشكل عام. نعم. طبعا استخدمنا بعد البلانتيشن، يعني زرعنا او حطينا شجره سدره داخل تكون متوسطه الحوش اللي قاعدين نشوفها الحين. هذا الكروكي. اي هذا الكروكي طبعا. حلو. يبين فيه طبعا استخدام عنصر الماء اللي هو الووتر، والسدره اللي موجوده الخضراء اللي بالنص. حلو. هذه هم قاعد تلطف المكان، وبنفس الوقت انت ما محيت الهويه المعمارية الكويتية، ومصممينها بطريقة بعد أن تكون يعني على طريقة معاصرة.
طيب ممتاز، البيت للحين ما خلص؟ لا البيت طبعا مرحلة التصميم خلصناها. حلو زين، بس طبعا احنا الحين قاعد نجهز مسودة عقد. نعم، وان شاء الله بس تخلص راح نبلش مرحلة التنفيذ. واقف على التنفيذ وعلى موضوع العقد، عسى رب ان شاء الله يوفقكم. شوف مشروعات مثل المشروعات الكويتية الحلوة، مشروع مثل هذا اكيد يستفيد منه الكثير. طيب شنو اللي وراء البيت هذا؟ شو اللي ناويين عليه؟ سويتوا البيت ونفذتوا المشروع، شو اللي ناويين عليه؟ طبعا البيت راح يكون عبارة عن مثل المتحف. حلو. طبعا يزورونه المواطنين او اي سايح مثلا موجود بالكويت. نعم. راح يكون طبعا في موظفين، زين موظفين الوزاره، وطبعا وهم من موظفين معهد الكويت للابحاث العلميه، بما انهم ساعدونا بعد بابحاثهم واختراعاتهم اللي ابتكروها لنا من خلايا ومن برامج تحاكي الواقع، حيث ان شلون نستخدم او نوظف عوامل التكييف وعوامل الاضاءه، ويقدر يتعلم المواطن يعني من مميزات البيت هذا، بحيث يقدر يطبق الأنظمة هذه الحديثة على فيلته. ممتاز، انتهيت عند نقطة يمكن مهمة وهي البنيان. اليوم قاعدين نشوف المواطنين هم مجابلين بنيان بيوتهم طبعاً. من التنفيذ، من أيضا التصميم، من غيره، فمهتم في المجال هذا. اليوم أنا عقب ما أسوي البيت هذا وهو متحف، بأن ممكن المواطنين يعني يروحون يشيكون ويشوفون الأعمال اللي قامت فيها البيت من أمور توفير وتخدمهم في المستقبل. أنت وشنو بدوركم تقدرون تقدمون لهم؟ يعني في دعم من طريقكم؟ راح يكون هناك مثلا تعاون بينكم بين الأشغال؟ والله طبعا هل هناك فكرة بهالموضوع يعني هذا؟ يعني شوف، إحنا كحملة إعلامية من وزارة الكهرباء ممكن نوعي المواطن. إحنا الحين داشين مثلا قاعد نسوي فلاشات بالتلفزيون تحث المواطن مثلا انه شلون يستخدم ويوظف الطاقه البديله، وممكن نوفر. احنا الحين وفرنا دعم حتى بالنسبه حق لمبات ال اي دي مثلا. نعم. الموفره للطاقه، وراح نساهم اكثر بعد انه يعني نساعد المواطن زين انه يعني يقدر يستخدم المميزات هذه بتكلفه اقل، يعني ما بحيث انه ما تكلفه وايد. حلو ممتاز، ان شاء الله احنا نشوف هذا المشروع قائم ويتم تنفيذه، وينتهي من تنفيذه طبعا كونكم وزاره الكهرباء والماء قائمين على هذا المشروع. ولكن خلينا نتكلم شوي اكثر عن تفاصيل، وهي نظام العوازل، النوافذ، البيبان، الحوائط، غيرها من الامور هذه. نتكلم عن نوعياتها، وهل هي تختلف طبعا عن من مبنى لمبنى؟ طبعا هي تختلف من مبنى الثاني، يعني مو كل المباني تحتاج نفس العوازل، بس احنا حرصنا في البيت الكويتي ان نستخدم الايديال سيتويشن اللي هو تفيد كل البيوت في الكويت. نعم. استخدمنا خلينا نقول عن الويندوز مثلا الدبل جليز ويندوز، اللي هي تعتبر عن تو جلاس ويندوز، تو جلاس وبينهم فراغ. بهالطريقه اشعه الشمس راح تنفذ خلال هذا الجلاس، فراح نحصل الضوء الكافي في المنزل، بس بنفس الوقت راح الحراره واشعه الضاره من اليو في والانفراد كلها راح تنعكس خارج المنزل، فيعني هو راح يكون معزول تماما. وايضا خلال مثلا الابواب والجدران اخترنا الارقام العاليه. نعم. عشان المكان يكون حافظ للحراره، يعني احنا بالكويت عندنا بالصيف الشمس وايد حاره والجو وايد حار، فالتكييف نبي دائما يكون بارد، فكل ما عزلنا المكان اكثر كل ما التكييف صار اللود عليه اقل، كل ما المكان صار ابرد. احنا حرصنا ان العوازل تكون يعني المكان يكون حيل معزول. حلو ممتاز، شنو راح تغطي لي الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية، شنو تقدر تغطي لي في المبنى؟ هل راح تغطي لي مثلا كل احتياجاتي، كل استخداماتي في البيت؟ لا، هي راح تساهم في الاحتياجات، يعني مثلا الإنارة ممكن كلها تكون على الطاقة البديلة صح، بس حلو. ما أقدر أخلي التكييف كله على الطاقة البديلة، لأن احنا وايد نستخدم التكييف. صح. هو يعني أساسي. إيه وايد أساسي، ويستخدم تقريبا 70% من الطاقة الكهربائية في البيت. نعم. يعني 30% بس تروح على الليتات والأجهزة الكهربائية، 70% كله تكييف، فهو صعب جدا أن أنت تخلي الطاقة البديلة كلها على يعني البيت كله. حلو، معناته راح يكون هناك اقتسام، ولكن يصير فيه توفير بالأمر. توفير كثير. إن أنا يعني أقسمها. هدفنا الأساسي من المشروع أن نوفر 50% من الاستهلاك، فهذا شيء وايد زين. ممتاز. يعني إنجاز نسبة كبير. نسبة حلوة.
اي يعني ان انت توفر 50% مقارنه بالفلل الثانيه. صح. عرفت شلون؟ طبعا هذه الارقام وصلنا لها عن طريق استخدام برامج من معهد الكويت للابحاث العلميه تحاكي البيت نفسه. نعم. يعني مثلا نظام التكييف ولا نظام الاناره ونظام العزل يبين لنا بالضبط احنا ايش كثر وفرنا بالبيت بارقام كيلوات. حلو. عرفت هذه الشغله اللي يعني مثل ما يقولون حبر على ورق، لا هذه this is by calculation عن طريق حسابات ومعادلات زين. قدرنا نوفر 50% من الاستهلاك. حلو. طبعا قدرتوا من هالدراسات من خلالها ان انتم تعرفون ايش كثر النسبه، يعني 50% يوم نتكلم فاتوره 3000 بتصير 1500. يعني انت قسمت نص الفاتوره. طبعا المشروع قيد التطوير، يعني انت تتكلم يعني ما راح يظل على حاله، اي ابحاث جديده اي شغله جديده تقنيه جديده على طول راح نطبقها على المبنى. حلو. هذا البيت اللي راح تتم في مساحه 400 متر. 400 متر. حلو. وراح يكون في منطقه طبعا ويكون كمتحف الزائرين طبعًا. اللي حابين انهم يعرفون اكثر عن هذا في تقنيه حابه اتكلم فيها طبعا هي تمثل الهويه المعماريه الكويتيه. نعم. اذا سامع عن الباد جير، سامع عن الباد جير؟ باد الباد جير باد جير الباد جير هذه كلمه فارسيه وهنديه، هي يسمونها بالعربي لاقفات الهواء. نعم. هي شكلها مثل البرج، انا ما ادري اذا تحطون صورتها. نعم. موجوده مثل البرج. موجود مخرجنا الصوره تحطها. تلقف الهواء الحار زين، طبعا تنحط في السطح فوق وداخلها مسوين احنا تقنيه ان التدوير الماي. حلو. اعاده تدوير الماي يوصل لبايبات. هذه الصوره طبعا اذا تشوفونها. أي؟ الماي البارد اللي داخل قاعد يرطب ويلطف الهواء اللي داش، ينزل الهواء يدش للحوش للدور الارضي يكون من 50 يوصل لك مثلا 25 24. حلو. فانت نزلتها تقريبا 25 درجه عن طريق نظام طبيعي. هذا ايضا مستخدم تقنيه موجوده في البيت. اي موجوده بالبيت. حلو. هذا يعني هذه التقنيه اصلا موجوده هي من قبل 100 سنه يستخدمونها ببيوت الطين. نعم. يعني مو مبتدعينها احنا، بس احنا الحين مصممينها على طريقه مطوره. حلو. على طريقه حديثه تناسب جو الكويت. حلو ممتاز. طيب اختي الطاف، نبي نتكلم شوي عن بعض التقنيات المستخدمه في البيت. تكلمنا عن الالواح الشمسيه، تكلمنا عن تدوير المياه، تكلمنا ايضا عن العوازل النوافذ والابواب. هل هناك تقنيات اخرى راح تكون مستخدمه ويمكن الاستفاده منها في هذا المبنى؟ يعني تحضرك اذا هناك طبعا تقنيات تحضرك. يعني تقريبا كل اللي تكلمنا عنه بلس عندنا شنو اسم الهوائي؟ ما تكلمنا عن الاتش فاك سيستم. نعم. نظام التكييف، نظام العوازل. تكلمنا احنا على الانظمه هذه، بس يعني في تقنيات تقريبا يعني ما استخدمت من سابق واستخدمتوها في هذا المبنى؟ ولا كل شيء يستخدم في البيت؟ حاليا يعني مطبقين احنا كل المواصفات القياسيه. كل المواصفات القياسيه، ما في شيء بتجربونه في البيت؟ يعني تحسون انه ما تجرب ودكم تجربونه في هذا المبنى؟ والله احنا ناطرين يعني اي ابحاث جديده، يعني ممكن يطلع نوع جديد من الاضاءه مثلا احسن من الال اي دي. صح. او يطلع لك مثلا نوع جديد من نظام التبريد المركزي. نعم. ممكن او نوع من نظام العزل الجديد. يعني احنا تدري انت هذه الشغلات يعني تعتبر المحور الاساسي بتوفير الطاقه، يعني العزل عندك، التكييف عندك، كالواح شمسيه جودتها ايش كثر توفر. حلو. حلو ممتاز. طيب اليوم المواطن المقبل على البناء، اليوم انا لما اجي استفيد من هذا البيت او اجي استفيد من استشاره، شنو اللي راح ينفعني فيه اليوم انا لما اجي ابني بيتي؟ هل راح اقدر احصل على هالقطاع، على هالامور هذه، على نقول الماتيريال المواد اللي موجوده تساهم في ان تكون هناك طاقه بديله في بيتي؟ هل راح توفرونها لهم؟ هل راح مثلا يستشيرونكم تفيدونهم؟ طبعا كشركات موجوده، الشركات كلها موجوده بالسوق راح توفر لك كل المواد هذه، يعني مو موجوده بالكويت. واي استشاره يعني طبعا مهندسين وزاره الكهرباء موجودين، احنا موجودين، نقدر نوفر حق المواطن جميع المعلومات اللي يحتاجها. حلو. وغير ان المشروع هذا بروحه هو يتكلم، اذا نعم. بس كافي يزور المواطن يشوف بس التقنيات والموظفين اللي داخل طبعا راح يشرحون له، راح يستفيد وايد بالتاكيد. اذا كان المبنى جاهز وهو قيد التنفيذ، متى حاطين ببالكم ان شاء الله تخلص المشروع؟ والله اذا الله وفقنا وخلصنا مسوده العقد، يعني ان شاء الله
خلال سنة إن شاء الله، خلال سنة يعني من بعد ما نوقع العقد. من بعد ما توقع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربي يوفقكم إن شاء الله، ويوفق طبعا جميع القائمين على هذا المبنى والمشروع، والفكرة جميلة، وإنه يكون هناك مبنى كمتحف الواحد يقدر يستفيد منه كالمقبلين على البناء، وأيضا الإخوة اللي راح يكونون مرتادين إلى هذا المبنى الجميل. كل الشكر لكم، تشرفنا بتواجدكم ويانا في برنامج الديرة. إذا حابين تضيفون عندك شيء حاب تضيفه مهندس؟ نحب نشكركم على البرنامج، نحب نشكر وزارة الإعلام على الدعم الفعال حق الحملة الإعلامية للترشيد. نعم. وإبراز هالمشاريع الوزارة كلها. كل الشكر لك أيضا. إذا حاب عندك رسالة حاب توجهها؟ أشكركم، كفت ووفت المهندسة. الله يسلمكم. كذي احنا تشرفنا بتواجدكم ويانا في برنامج الديرة مرة ثانية. الله يسلمكم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم بقية حلقتنا، لا تبعدوا. كذي مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم في برنامج الديرة، كانت حلقة خفيفة وأيضا فقراتنا كانت متنوعة مع ضيوفنا. الأمانة كانت ضيفتنا الأولى وهي مديرة مركز طبعا اللي هو للبيئة الأبحاث البيئية الأستاذة الشيخة الإبراهيم، استفدنا منها أكثر بما يخص الأمور البيئية. وأيضا كانوا معنا ضيوفنا في فقرتنا الثانية، تكلمنا معهم عن ما يخص الكهرباء والطاقة البديلة في مشروعهم الكويتي، عسى ربي إن شاء الله يوفقهم. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة باكر من 6 إلى 7 بنفس الأوقات، فما الله.